أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وتقبل الله منكم في هذه الأيام الفاضلة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم وسائر المسلمين هذا العيد المبارك، والجميع بوافر الصحة والعافية، وأن يسلم الحجاج والعمار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، فإنني قبل أن أفتح المجال لاستقبال الأسئلة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع دار الإفتاء، أود كعادتي أن أقدم للحلقة بأمر يتعلق بواقع الناس. حديث اليوم ومقدمة هذه الحلقة عن بعض الأسئلة الشائعة حول الأضحية، فنحن بحمد الله سبحانه وتعالى لا يفصلنا عن العيد إلا يومان بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد شرع الله عز وجل الأضحية وجعلها شعيرة من شعائره. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. والآيات التي وردت في الهدي في الحج هي منطبقة تماما على الأضاحي. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لنا القرآن أن أصل شعيرة الأضحية مرتبطة بقصة إبراهيم الخليل عليه السلام مع ولده إسماعيل عليه السلام، حين رأى في المنام أنه يذبح ولده، ثم فدى الله الذبيح إسماعيل بكبش عظيم. قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم. فبقيت هذه الشعيرة في أمة الإسلام إلى يوم القيامة. الأضحية عند جمهور العلماء هي سنة مؤكدة في حق القادر عليها، ولهذا لم يكلف الله سبحانه وتعالى بالأضحية الفقير ولا من قصرت به النفقة، نفقة السنة، عن أن يوفر منها أضحية. وهذه الأضحية أفضل من الصدقة، ولهذا ينتشر عندنا مفهوم للأسف هو مفهوم خاطئ عند بعض الناس، وسأتكلم عنه إن شاء الله حتى في مناسبات أخرى. مسألة ماذا؟ أن يمنع بعض الناس الإنسان من العبادة غير الواجبة بحجة التصدق. فإذا أراد مثلا أن يضحي، قالوا له: لو تصدقت لكان أفضل. لو أراد أن يذهب إلى العمرة، والعمرة يعني مندوبة مرة في العمر، نحن نتكلم على الأقل على العمرة الأولى، قالوا له: لو تصدقت لكان أفضل، وهكذا. فالأضحية يوم العيد هي أفضل من الصدقة. لو يسألني إنسان أيهما أفضل، أشتري أضحية مرتفعة الثمن هذه السنة مثلا ب2000 دينار، أو أتصدق على عائلة فقيرة، أقول له: أنت تسألني عن خصوص يوم العيد، والجواب أن الأضحية خير من الصدقة. وعلل ذلك علماؤنا بأن إقامة الشعائر خير من المندوبات. الأضحية عبادة وشعيرة، وليست عادة اجتماعية. وللأسف اليوم الأضحية عند فئة عريضة من الناس هي عادة اجتماعية تتكرر كل سنة، وللأسف فإن بعض الناس لا يلاحظ فيها معنى العبودية، وهو أمر أود الوقوف عنده الآن. أن الأضحية عبادة وشعيرة وليست عادة اجتماعية. نعم، ذبح مثلا الذبح عند بعض الناس إذا نجح في الامتحان، إذا حصلت له مناسبة خير، إذا كان الجو ممتازا يخرج الناس ويذبحون في فصل الربيع في كذا، هذه عوائد. لكن الأضحية لا علاقة لها بهذه الأمور، فالأضحية شعيرة وعبادة عظمها الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال الله تعالى في شأن الهدايا، وهي الهدي الذي يذبح في الحج وينسحب الحكم تماما على الأضاحي، قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. الله سبحانه وتعالى لن يصله شيء من أضحيتك، لا من لحمها ولا من دمها ولا من جلدها. طيب، ما الذي يصل ربنا سبحانه وتعالى من الأضحية؟ قال: ولكن يناله التقوى منكم. وبالتالي فانتبهوا أيها الناس، الأضحية تحتاج إلى أمرين: الإخلاص زائد طيب النفس. الإخلاص بمعنى أن يذبح الإنسان الأضحية ليست لكونها عادة اجتماعية، وليس لكونها أن أولاده إن لم يذبح سيقولون له ذبح فلان لأولاده وأنت لم تذبح لنا. لا، هذه الأمور اتركها جميعا جانبا، واستحضر في الأضحية أنها عبادة، وأن أفضل شيء تقرب به إلى الله تعالى يوم العيد بعد إقامة الفرائض هو الأضاحي. ولهذا جاء في سنن الترمذي ومسند أحمد وغيره بسند فيه ما قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإنها لتقع من الله بمكان قبل أن تقع من الأرض فطيب بها نفسه. فعلينا أيها الناس أن نراعي هذا الأمر، مسألة الإخلاص زايد طيب النفس. إيش معنى طيب النفس؟ بعض الناس يذبح الأضحية بالعامية حاصل حصول، الناس كلها تذبح، وتجده متضجرا وعنده المال، وهل الأضحية هذه ولماذا؟ وبالتالي نحن نحتاج إلى طيب نفس، بمعنى أن أشتري الأضحية طيبة بها نفسي، أشعر بأنها قربة وعبادة أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا أنظر إلى واقع الناس اليوم في مجتمعنا وفي سائر مجتمعات الإسلام حول الأضحية. الأضحية ليست واجبة كما ذكرت، ولكنها سنة مؤكدة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد ثبت تركها عن بعض الصحابة، فقد ورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ترك الأضحية في بعض الأعوام حتى يبين للناس أنها ليست واجبة. أصناف الناس اليوم عندنا يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أصناف. صنف الأول: من كان في سعة من العيش أعطاه الله سبحانه وتعالى مالا، وبالتالي فالأضحية لا تؤثر شيئا في وضعه المادي. مثلا خلينا ناخذ بعض الناس، مثلا دخله الشهري يقول لك: أنا والله دخل الشهري الحمد لله ناخذ فيه 5000، في 4000، في 6000، وربما أكثر. فمثل هذا الأضحية لا تؤثر في نفقته السنوية، لأن الأضحية سنة في حق القادر عليها. من الذي لا تجحف الأضحية بماله في السنة؟ شو معنى لا تجحف؟ أي ثمن الأضحية لا يؤثر في ضروريات حياته. فهذا الصنف الذي أعطاه الله مالا وله سعة من الرزق، هذا ينبغي له ألا يترك الأضحية، وأن يختار من الأضحية الأفضل والأحسن والأكمل والأجمل. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين سمينين، وورد في بعض الآثار أنه ضحى بكبش يطأ في سواد ويبرك في سواد ويمشي في سواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار إلا الأفضل. فلماذا بعض الناس اليوم عندنا أعطاهم الله مالا، إذا كان الأمر متعلقا بالعبادة تجده شحيحا بخيلا، يذبح الأضحية الهزيلة الضعيفة، وإذا كان الأمر متعلقا بعادة اجتماعية تجده يذبح ما لا يحصى. إذا كان الحكاية لما والله عزومة والله كذا، يقول لك ذبح 3 و4 و6 و7، ونجي في الأضحية وقد أعطاه الله مالا فيذبح الهزيلة الضعيف. ولهذا هذا يدل على أن خللا ما يقع عنده. لماذا؟ لأن الأضحية لمن أعطاه الله سعة ينبغي له أن يختار الأكمل والأفضل، الأسمن والأكمل والأحسن والخالي من العيوب، ولا يذبح إلا الأحسن. الصنف الثاني متوسط الحال، وهذا شريحة يعني يمثل شريحة كبيرة من الليبيين اليوم. مثلا متوسط الحال عنده مرتب ويستطيع أن يأخذ قسطا من هذا المرتب ويشتري به أضحية، ولكنه لا يستطيع أن يشتري الغالي. مثلا الآن ما يقدرش يشتري الكبش الكبير اللي سعره اليوم 2500 و3000، لا يستطيع ذلك، لكنه يستطيع أن يضحي بمتوسط الحال. يمكن يشري أضحية 1500 بسعر السنة، 1600 أقل شوية في هالأمر هذا. فهذا نقول له ما دامت أن الأضحية لا تجحف بنفقتك الضرورية في السنة، يعني يمكن أنت أنك تأخذ الأضحية لا تؤثر كثيرا عليك، فأنت مطالب بالأضحية، ولا نضيق عليك في مسألة السن مثلا، ولهذا لا نضيق على الناس. نعم مشهور المذهب يكون عمر الأضحية سنة، ولكن عندنا رواية ب10 أشهر، ورواية ب8 أشهر، ورواية حتى ب6 أشهر، لكن لا يجوز التضحية بأقل من 6 أشهر. وبالتالي فنحن لا نضيق على الناس. اللي يقول يا شيخ أنا والله يرى أضحية السنة ما نقدرها، رأيت حقها 2000 وكسر، نقول لك حتى عمره 6 شهور، المهم أقل من 6 أشهر ولو بيوم لا تضحي به. كذلك العيوب الخفيفة لا نضيق عليه. العيوب الخفيفة التي نص العلماء على جواز التضحية بها لا نضيق عليه فيها. كذلك حتى مسألة الاشتراك في الثمن، وإن كان المالكية لا يقولون بالاشتراك في الثمن في الإبل والبقر، ولكن مثلا هب أن أناسا من متوسطي الحال تحصلوا على بقرة، مثلا هم 7 أشخاص، حصلوا بقرة ثمنها 6,000، قال لك احنا يا شيخ بنقسموها بيناتنا على الاقل تجينا يعني اقل حتى من 1000. نحن لا نضيق عليهم، نذكر لهم ان مذهبنا مذهب المالكيه لا يجوز الاشتراك في الثمن في الاضحيه الواحده. اما في الغنم فاتفاقا بين العلماء، ولا في الابل ولا في البقر عند المالكيه، ولكن من وجد شيئا من الحرج او اراد ان يقلد الجمهور في ذلك فنحن لا نضيق عليه. ناتي الى الصنف الثالث، صنف من المجتمع عندنا ضيق ذات اليد، يدوبك مرتبة يسد في الحاجات الضرورية هو وأولاده، ويقول لك يا شيخ أنا راني مثلا ناخذ في 1200 مثلا بعد هالجدول الموحد، وراني مولى 7 صغار والله 8، وراني أنا ساكن بالإيجار وكذا. أقول له الأضحية ليست سنة في حقك، نحن غلبت علينا العوائد الاجتماعية، أما الحكم الشرعي فإن الأضحية ليست سنة في حقك، حتى ولو لم تضحي لا يلمزك أحد أنك تركت سنة إطلاقا، إنما هي سنة في حق القادر عليها. هنا ننظر، لو قال لي يا شيخ نبي نستدين، أقول له إذا كنت تدري تعلم أو تظن أن لك مقدرة على السداد لا بأس أن تستدين في ثمن الأضحية، لكن لو علمت يقينا أنك لا تستطيع سداد ثمن الأضحية، وأنك عاجز عن ذلك، وأنك ستماطل البائع الذي باع لك الأضحية، فأقول لك تصير الاستدانة في حقك محرمة. لماذا؟ لأنك داخل على المطل ابتداء، أنت تعلم أنك غير قادر على السداد. هنا أنا أندب الأقارب والأصدقاء والزملاء لمن كان في الأسرة ضيق الحال، فقيرا لا يقدر على الأضحية، لمن كان من أصدقائك زملاء العمل لا بأس أن يشتركوا في ثمن أضحية يعطونه لزميل لهم ويصير مملوكا له، هنا لا إشكال فيه. ولهذا يسأل الناس كثيرا، مثلا نجد إخوة يقول لك احنا عندنا أخونا والله حال ترقيقة وما يقدرش وما عندهاش أضحية، باي شنو الحل؟ نقول لك هي الأضحية ليست سنة في حقه. يقول لك يا شيخ كيف أولاده هذا زي أولادنا، نحن أولادنا عندهم أضاحي وهو أولاده، كيف الحل؟ نقول لهم هذا باب من باب المعروف وباب فعل الخير، اجمعوا لأخيكم هذا، لموله 200 300 تلموله وتشتروا له به الأضحية. تقول لي يا شيخ مش قلت الاشتراك في الثمن لا يجوز؟ أقول لك هذا ليس اشتراكا لأنكم أنتم الدافعون، لم تدخلوا مع المضحي، أنتم جمعتم له الثمن وقلتوا له تفضل هذه أضحية شريتوها له أو هذا ثمن الأضحية. وأنا هنا من خلال واقع المجتمع الليبي أعرف أن الذي لا يضحي يشعر بحرج اجتماعي كبير، وبالتالي فأندب أصدقائه القادرين، زملائه في العمل، أقربائه، يعني لا بأس أن يجمعوا له مالا ولو بالسرية ويعطوه الفلوس ويقولوا له هذه هبة لك، وأصبح هذا المال ماله ويشتري به أضحية. نعم، وهذا أمر طيب. نأتي الآن بسرعة إلى مسائل تكثر الأسئلة عنها في الأضحية. ما حكم التضحية بالغنم أو بالضأن غير الوطني غير الليبي؟ ما فيش حاجة اسمها وطني ومش وطني. باي الوطني في ليبيا، السوداني في السودان شو بنسموه هناك؟ أليس هو الوطنية عندهم؟ وبالتالي أيها الناس كلمة راي أسباني وروماني وخرطومي وحجازي وجزائري هذه أصناف وأسماء لا علاقة لها بالشرع. أما الشرع فيستحب التضحية أولا من الضأن ثم من المعز على مذهب المالكية، لأن المستحب طيب اللحم. لا فرق في الشاة بين أن تكون مولودة في ليبيا مولودة في أسبانيا، هذا كله كلام زايد لا أثر له في الشرع. الأمر الثاني، ما حكم التضحية بالخصي وهو مقطوع الخصيتين؟ لا بأس به، بل ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش موجوء. شو معنى موجوء؟ مقطوع الخصيتين. ولهذا الخصي قال علماؤنا هو أفضل من الفحل إذا كان أسمن، وبالتالي الخصي لا إشكال في التضحية به. الناس يسألوا عن المفلوت، يعني كذلك لا إشكال فيه. الناس تسأل على حكم التضحية بالتقسيط، يقول كان يا شيخ والله شريط التضحية بالتقسيط زعما تجزي، لا إشكال فيها. التضحية بالدين بشرط أن تعلم أو تظن أن لك قدرة على سداد ثمن الأضحية. أما واحد يا جماعة الآن مثلا يشتري أضحية ب2000 دينار وهو يعلم أنه لا يمكنه أن يوفر من مرتبه ولا دينار، نقول له منين بتخلص؟ يقول خلي يتحملنا لمتى ما يفتح الله. هذا ابتداء لا يجوز. تعال أنا ابتداء وقول يا فلان أنا راه بتراجيني ومتوقع تراجيني عام وعامين وكذا، والله كان يوافقك ماشي. أما تشتري وتقول له إن شاء الله قريب نخلصك، فأنت يعني في الظاهر تريد الأجر وهو ذبح الأضحية، لكنك وقعت في الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم. نعم أنت لست غنيا، لكنك ابتداء دخلت على معاملة أنت تعلم أنك غير قادر على السداد، وليس في أمر ضروري. يعني ربما يقال يجوز الاستدانة في الأمر الضروري، يعني المتوقف عليه الحياة من مأكل ومشرب وملبس ودواء، حتى ولو علم الإنسان عدم القدرة، لكن الأضحية ليست من الضروريات. الناس بعضهم يسأل مثلا تقول لي عزوز كبيرة واني أي نحسن يا شيخ، هل نتصدق بثمن الأضحية؟ والله نذبح الأضحية ونتصدق بلحمها. أقول لها أنت ما دامت لك قدرة على الأضحية فأنت مطالبة بالأضحية، فالأولى أن تجمعي بين الخيرين. الخير الأول أن تطبقي سنة الأضحية، تذبحي الأضحية ثم تصدقي بلحمها ويكتب لك الأجر. يعني خاصة العزايز والشيابين واللي ما عندهاش صغار مثلا، يقول كاني بنذبح أضحية وما عنديش من ياكل ولا كذا، نقول له طبق السنة واذبح الأضحية يكتب لك أجرها إن شاء الله، ثم تصدق بلحمها وابحث عن الفقراء والمحتاجين. الناس يسألون عن حبة العلفة، اللي يقولوا حبة العلفة هذه لا تضر في الشاه، لا شيء فيها، هذه عمت بها البلوى. متى لا تجزئ؟ في حالة واحدة، وهي إذا كان فتحت فتحا جرحها الإنسان جرح كبير ولم تبرأ يوم العيد، هنا لا تجزئ. ولهذا نقول له اللي عنده شاه فيها الحبة الخراج ما تفتحهاش، خليها مسكرة زي ما هي، ما دام الشاه صحيحة ما فيهاش مشكلة. انفتحت بروحها وخرجت منها المادة لا شيء فيها، لكن أنك أنت تجي بعض الناس ياخذ منجل والله ياخذ موس والله ياخذ كذا ويفتح هذيك الحبة فتحة كبيرة، وقبل العيد بنهار والله اثنين يجي يوم العيد والفتحة كبيرة ولم تجف ولم تبرأ، هذه لا تجزي في الأضحية، وهذه نص عليها في المدونة. فقد سئل مالك عن الدبرة من الإبل، الدبرة المجروحة جرحا كبيرا، وتسمى الدبرة، الجرح نفسه يسمى الدبرة والمتصف بها تسمى الدبرة. فلما سئل قال أرى أنها لا تجزئ، فبين ابن القاسم ذلك، قال وذلك في المجروح جرحا كبيرا. وبالتالي مسألة الحبة لا إشكال فيها بشرط ألا تكون الشاة مريضة منها، والشرط الثاني ألا تكون مفتوحة فتحا كبيرا وجرحا كبيرا ولم تبرأ في يوم العيد. الناس يسألوا شي حكم يا شيخ اللي فيها الضرع متاعها واحد سليم وواحد فاسد، بعض الناس يسموا فيها الشطور وفي اللي يسموا فيها الشقة، هذه لا بأس بها. متى لا تجزئ أضحية؟ إذا كان الأنبوبتان فاسدتين، أما لو كان أنبوبة فاسدة وأنبوبة صالحة لا بأس بها. الناس يسألون عن مكسور القرن، يا شيخ احنا عندنا كبش القرن متاعها قاصينا من مدة، لا بأس به. مكسور القرن لا يجزئ متى؟ إذا كان يدمي يوم العيد. شو معنى يدمي؟ يخرج منه الدم يوم العيد، وكان الكبش مريضا منه. وإلا لو كان مكسور منذ مدة والآن بارئ، أو قطع حتى الآن وليس فيه دم، فهذا لا بأس به. الناس يسألون عن الشاة الصمعاء. إيش هي الصمعاء؟ صغيرة الأذنين جدا، بعض الناس يسمي فيه العكروت، يقول لك الشاة العكروت اللي هي الأذن صغيرة جدا. قال العلماء لا تجزئ إذا كانت صغيرة جدا، أما لو كانه ليست صغيرة جدا فلا بأس بها. أما ما يقوله بعض الناس عندنا لابد الأذن تغطي العين، هذا أمر لم يقله الفقهاء، لا لا، المهم أن تكون الأذن معقولة مقبولة، ذات يعني منظر حسن، مش تكون الأذن صغيرة جدا، أو اللي يسموا فيها يعني اللي هي ما فيهاش أذن إطلاقا، فهذه من باب أولى لا تجوز. الناس يسألون كذلك ما حكم شراء الأضحية بمنحة الأولاد، أو اليومين اللي فاتوا نزلوا منحة الأولاد، فيقول لك يا شيخ خلينا نشري عادي بمنحة الأولاد، ما أقول نعم لا شيء فيه، ليس هذا اشتراكا في الثمن، لأن منحة الأولاد هي لرب البيت، لرب الأسرة، هي للزوج وليست للزوجة وليست للأبناء، لأنها لو كانت للأبناء لأعطوها في أيديهم، وبالتالي فمنحة الأولاد هدية لرب الأسرة. نعم أعطته الدولة هذا المال من أجل أن تساعده في النفقة على أولاده. وبالتالي لو يسألني واحد يقول يا شيخ مثلا أنا وفرت 700 دينار من فلوسي ونزلت لي منحة الأولاد 900 مثلا، عادي نشري بها الأضحية؟ نقول لا بأس. يقول لا، أليس هذا اشتراكا في الثمن بيني وبين الأبناء، وقد قلتم إن الاشتراك في الثمن لا يجوز؟ أقول هذا ليس اشتراكا، فالمال مالك. نجولي منحة الزوجة، شي حكم الإنسان يشتري أضحية جزء منها بماله وجزء بمنحة الزوجة؟ منحة الزوجة هذه خاصة بها هي، ليست للزوج، بدليل أنها أعطيت لها في بطاقة، وبالتالي إذا تنازلت عن هذا المال لزوجها حينئذ لا بأس. لماذا؟ لأن هذا المال أصبح مال الزوج بموجب هذه الهبة الحاصلة من الزوج لزوجها. وبالتالي لما تسأل امرأة تقول أنا بنعاون زوجي في الأضحية كيف الحل؟ نقولها الحل أنك تهبي له الثمن، قولي له خذ الفلوس هبة، أو أن تسلفي، أن تعطيه هذا المال سلفا، كأنك أعطيتيه هذا المال سلفا. المهم أن يصير المال مالا للزوج، إما بالسلف وإما بالهبة. آخر أمر أختم به، وانتبهوا له أيها الناس، الأضحية لا يطعم منها الكفار. تو بعض الناس عندنا يوم العيد يجي للأضحية، طبعا الأضحية يطلب فيها الجمع بين الهبة، بين الأكل والتصدق و الهدية. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، قال في الهدي فكلوا وأطعموا، أو فكلوا وتصدقوا وادخروا. وبالتالي يستحب فيها ثلاثة، لكن الصدقة لا تكون للكافر. لماذا؟ باستثناء مذهب أبي حنيفة. لماذا؟ قال علماؤنا لأن الأضحية عبادة ونسك وشعيرة، والكافر ليس أهلا للقربة ولا يطعم من هذه القرب، وبالتالي مثلا انتم لما توزعوا في اللحم يوم العيد عليه العمال مثلا، الناس اللي تحت الكوبريات واللي يشدوا هؤلاء، نعم الأجر عظيم لما نعطيهم نحن من الأضحية صدقة، لكن لابد أن نسأله مسلم ولا غير مسلم. غير المسلم لا يطعم من الأضحية، يعني ممكن أنت غير المسلم تعطيه حاجة ثانية كأنك تشعر بشيء من الحرج، لكن الأضحية لا يطعم منها غير المسلمين، ولهذا يكره عندنا إطعام الكافر منها. نخرج الآن إلى فاصل ثم نرجع إن شاء الله. نجاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء، إن أمر الناس شورى، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. ورثوا في الحكمة قدوتنا، فهلموا نشحن همتنا بالإنصات العذب إليهم بين يديهم بين يديهم. نسقي من أنهار الحكماء، نتتبع آثار العظماء، أو ننهل من فكر العلماء في جلستنا بين يديهم بين يديهم بين يديهم بين يديهم بين يديهم. إن أمر الناس شورى، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء. السلام عليكم ورحمة الله. عدت بعد الفاصل لأستقبل بعض الأسئلة. الآن معنا ميلاد من سبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ميلاد. يا شيخ، هل تجزي الأضحية التي قطع جزء من أذنها، يعني جزء بسيط من أذنها، هل تجزي؟ جزء بسيط من أذنها، نعم، تمام. من الأذن اليمنى واليسرى. تمام، ماشي، تسمع الجواب إن شاء الله. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. ما هي المرتبة الثانية للأضحية عند المالكية؟ هل البقر أم الغنم؟ المرتبة الثانية. المرتبة الثانية بعد الغنم، هل البقر أم الإبل؟ ماشي، تمام إن شاء الله. السؤال الثالث يا شيخ. نعم. ما مدى صحة قصة عمر مع اليهودي عندما وجده يتسول وثم أعطاه من مال المسلمين؟ إيه. ما مدى صحة قصة مع اليهودي؟ هذا اللي قال السنة والجزية. إيه، عندما الجزية، نعم. ماشي، تمام، هي تسمع الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. دريس من طرابلس. نعم يا دريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. حياك الله شيخنا الفاضل. أهلا وسهلا بك. حيا الله الأستاذ علي شارع، حيا الله القائمين على البرنامج. بارك الله فيك. كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله. إن شاء الله ربي بخير. إن شاء الله ربي يتقبل منا منك. تفضل. يا شيخ عندي سؤالين، السؤال الأول من شقين. نعم. باهي طبعا في نحكي عن ليبيا معروفه مجموعات وفي دستاريات وكل واحد وصاريتها. انا نحكي على اللي مجموعه الكارثه فاكثر من يقع منهم لمين اليمين بالطلاق. ايه وفي اللي يفكر بلسانه قبل عقله، يسبق لسانه هو الاول، يقول لسانه ما عادش ينتبه له، يعني يقولها حتى ما يسمعش فيها بدنا، اللي طلع فمه ما يسمعش فيها بدنا، وكثرة حل في الطلاق. تمام. احيانا يقع هو الطلاق هذا. تمام. هو مش مهتم به، مش لاقي له بال. مش لاقي له بال، ويروح يحرث يزرع ويحرث، وبعدين انتهيت مرة ذلك ولد وهو وقع الطلاق. واضح يدرس. تمام. السؤال الثاني. السؤال الثاني هو حكم ذبح الأضحية في الليل. ما بين شو الفرق ما بين الشافعية والحنابلة وما بين الإمام مالك؟ نعم. ماشي. رحمهم الله جميعا إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا يا إدريس. عبد الله من بني وليد، تفضل يا عبد الله. شيخ كيف حالك؟ أهلا وسهلا بك، تفضل. ما حكم من سهى في سجود السهو؟ من سهى في سجود السهو. ايه نعم. السؤال الثاني، ما شخص دارلك معروف او دار فيك خير وما طلبش منك زرد ولا شيء ما يسمى الزرد. ايه وبتقدم له هديه او حاجه هيك وهي لا تزيد ولا هو ايش، ما هو حتى ايش هو المعروف اللي قام به؟ هل المعروف واجب عليه فعله ولا لا يجب عليه فعله؟ يعني هل موظف مثلا، هل هو مثلا موظف عينك اخرج لك مستحقاتك ولا ايش هو المعروف يعني؟ ايه معروف، ايه في مرتبات او حاجه هيك، هو مش مطالب، طالب الدعاء، هو طلب مني الدعاء فقط. تمام ماشي. تمام ان شاء الله. ماشي يا عبد الله، تسمع الجواب ان شاء الله. بارك الله فيك. نعم. سالم من الجبل الغربي. نعم يا سالم. ايوه مرحبا، شلون حالك؟ اهلا وسهلا بك، الله يبارك فيك، تفضل. قلت لك بالله مثلا يجوز شراء الأضحية؟ شراء الأضحية مثلا، أنت تاخذ ضحية باهي إيه وتعطيه ثمنها مثلا بعد شهر، بعد لأن مثلا إيه أنا تكلمت عليها في أول حلقة، أنت ما تبعتهاش هو. والله ما تبعتها. إيه إذا أنت تسأل على حكم شراء الأضحية بالدين. لا مش بالدين، يعني تأخيرها هي. أنت الآن لما اشتريتها منا الأضحية، يعني هل قلت له سأدفع لك الثمن بعد شهر اثنين، والله جرت العادة اللي عندنا اللي هو إن شاء الله تو نجيب له معاش؟ إيه ماشي ماشي. عموما فهمت سؤالك يعني إن شاء الله، تسمع الجواب يا سالم، وضحت الصورة إن شاء الله. بارك الله فيك يا سالم. أسامة من تاجورة. نعم يا أسامة. مساء الخير شيخ، كيف حالك؟ أهلا وسهلا بك، تفضل. والله بالنسبة للأضحية من تبدأ عمرها يا شيخ؟ الأضحية بداية، أنت إيش الأضحية تضحي بها؟ من الغنم الضان ولا المعز؟ لا الخروف. الغنم، الخروف. ماشي تمام، تسمع الجواب إن شاء الله. نعم. هاي على بركة الله الوقت يداهمنا. ميلاد من سبها، هل تجزئ الأضحية مع قطع جزء بسيط من أذنها أو من أذنيها؟ إيه ما فيش إشكال إن شاء الله، هذه مسألة تكلموا فيها العلماء، قالوا مقطوعة أكثر من ثلث الأذن لا تجزئ، أكثر من ثلث الأذن، تو الأذن يعني ليست حكم الذنب الذيل، فمقطوعة ثلث الذيل لا تجزئ، أما مقطوعة يعني أكثر من ثلث، ومقطوعة ثلث الأذن تجزئ، التي لا تجزئ مقطوعة أكثر من ثلث الأذن، وبالتالي ما دام القطع بسيط من الأذنين يعني لا إشكال فيه إن شاء الله، ما فيش شي مشكلة. من معنا؟ بنت ليبيا. نعم تفضلي يا بنت ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا يا شيخ إن شاء الله كل عام وأنتم متخيفين. ربي يتقبل منا ومنكم، تفضلي. قلت لك ولدي. إيه. ولدي بيضحي، بيدير ضحية السنة إن شاء الله. إيه. مشى قال مصفارة. كيف دار؟ قال له مصفارة، صفارة يديه كلمهم. ايه ايه شنو الحكم فيه؟ كلم منهم والله بس ما فهمتك. ايوه قلم اظافره باهي. إيه قلم ضوافره. ايه قلم الاظفار. ايه بتاع يديه. ايش المشكله؟ عادي خلاص قلم اظافره ويضحي، ما فيش مشكله. شنو الحكم فيها؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء، فيش حتى حاجه 100%. باهي الحمد لله. ماشي تمام، هاي تو نجاوب عليها ان شاء الله. إذن يا ميلاد من سبها الأضحية مع قطع جزء بسيط من الأذن لا يضر، الأضحية تمام، وإن كان الأولى والأفضل طبعا أن تكون الأذنان سليمتين، فقد ورد في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستشرف العين والأذن، أن نستشرف العين والأذن، ولهذا كره علماؤنا المقابلة والمدابرة والخرقاء والشرقاء، وقالوا مقطوعة الأذنين، مقطوعة أكثر من ثلث الأذن لا تجزي، ومقطوعة القليل لا تضر. يسأل السؤال الثاني، المرتبة الثانية عند المالكية، المالكية عندهم الأولى الضأن أولا، ثم المعز، ثم البقر، ثم الإبل، وإن كان في خلاف عند المالكية في تقديم الإبل على البقر أو البقر على الإبل، محل خلاف، لكن يعني ما به الفتوى عند المتأخرين، وهو الذي سار عليه الشيخ الدردير في أقرب المسالك، الضأن ثم المعز ثم البقر ثم الإبل، والمراتب عندهم 16 مرتبة. وبالتالي ليش؟ لأن المالكية قالوا المطلوب طيب اللحم وليس كثرته، عكس الشافعية ومن معهم الذين يستحبون الإبل أولا ثم البقر ثم الضأن ثم المعز، لكن عندنا هو طيب اللحم وجودته، ولا شك أن لحم الضأن أجود من لحم الماعز، والضأن والماعز أجود من لحم البقر، والبقر كذلك أجود من الإبل. السؤال الثالث لميلاد يسأل عليه قصة عمر، لا أدري يعني شو المراد بها، اللي في بالي الآن قصة يعني كانوا تقصد قصة عمر حينما مر برجل من الذميين، من أهل الذمة الذين يعيشون في الدولة الإسلامية من الكفار، فوجده يطلب، قال له يعني لماذا تتسول أو كذا، قال السن والجزية، فأمر عمر بإسقاط الجزية عنه، أما أن يعطى من مال المسلمين أنا لا أعرف هذه القصة، الله أعلم. إدريس من طرابلس يسأل عليه ظاهرة منتشرة للأسف نعم في المجتمعات الليبية، مسألة جماعة السهريات الذين يسهرون في الليل، خاصة الجماعة اللي يلعبوا في الكارطة، للأسف هذه الكارطة يعني لعب الورق اللي هو احنا نقولوا له الكارطة، للأسف الشديد هذه اللعبة غالبا ما يصاحبها المشاكل والحلف بالطلاق والسب والنزاع، وهذا أمر نراه نحن كثيرا الآن، ما كثير من اللي يتصلوا بيك ال11 ونص في الليل ولا 12 ولا كذا، يقول لك والله احنا في صهرية يا شيخ ومتعاركين وكذا، وحلفت لي على الحية وحلف لي على الكوال وحلف لي عليه كذا. فللأسف يعني لعبة الورق فعلا في ليبيا رغم أنها مذمومة شرعا، أنا لا أقول محرمة، المسألة فيها خلاف، نعم المسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن أعتقد أنه يعني العلماء لا يختلفون في التحريم إذا أدت هذه اللعبة، لعب الورق، إذا أدى إلى التناحر والتباغض، وإذا أدى إلى يعني الشقاق بين الناس، فهذه أصبحت وسيلة إلى الحرام. نعم في قصة الكارطة، وكما وصدق إدريس، يحلفون بالطلاق وهو لا يعي، مش لا يعي بأنه مجنون ولا كذا، لا، لشدة انبهاره بهذه اللعبة وما يغلباش فلان وياكل كذا وكذا، فيعني فعلا يعني كثير أو بعض النساء للأسف قاعدة في بيتها ليس لها شيء ولا علاقة لها بشيء ما، فيطلقها زوجها بيمين فسق وفجور في لعب الورق. فانتبهوا أيها الناس، هو الحلف بالطلاق في حد ذاته أو يمين الطلاق هو يمين فسوق، وهو حلف بغير الله، وإذا زاد عليه في مثل هذه الأمور الملهية التي كثيرا ما يعتريها يعني الصدام والنزاع والحلف الحانث وقطع الأرحام وهجران المسلمين، هذا كله نشوفه فيه الآن. نعم هذا الأمر ليس عاما في كل اللاعبين ولكنه أمر منتشر. السؤال الثاني لإدريس، ما حكم ذبح الأضحية ليلا؟ المالكية يشترطون الذبح نهارا عكس بعض العلماء الذين يجوزون الذبح ليلا ونهارا. المالكية قالوا لأن الله قال ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، فذكر الله الأيام ولم يذكر الليالي. وبالتالي الأولى للشخص أن يحتاط لا يذبح الأضحية في الليل، لأنها وإن صحت عند بعض أهل العلم وأجزأت لكنها لا تجزئ عند بعض أهل العلم، وهذا مذهبنا مذهب المالكية أنه يشترط الذبح نهارا في الأضحية لا ليلا. عبد الله من بني وليد، سؤال الأول للأسف الآن لا يحضرني فيه شيء، مسألة من سهى في سجود السهو، المسألة قرأناها ومررنا بها، ولكن الآن لا يحضرني جوابها، وبالتالي فنحن ما لا نعرف جوابه أو ما يغيب عنا في الحقيقة، ويغيب عنا هذه أمور قرأناها ولكن يغيب الإنسان عنه الجواب. نحن لا حرج في كلمة لا أدري في صغير أو في كبير، هكذا علمنا مشايخنا ولا يزالون إلى الآن إذا سئلوا عما لم يتيقنوا من جوابه، حتى عدم اليقين حتى وإن كان له إلمام به فإنه لا يجيب، وبالتالي لا يحضرني في هذه المسألة شيء. أما مسألة السؤال الثاني، قال عمل لي معروفا ولم يطلب مني شيئا، قال بل طلب مني الدعاء، ما حكم ما نسميه الآن درولة زردة والله كذا؟ هذه المسألة أراهي تحتاج إلى مسألة ما نوع المعروف الذي قام به. أحيانا كيف المعروف؟ شخص مثلا يعينك في الدولة، يأتي لك بمستحقاتك، يخرج لك جواز سفر، هذه أمور في الأصل هي إما أن تكون من صميم عمل الموظف وبالتالي أخذ مقابل عنها يسمى رشوة، وإما أن يكون هذا الشخص ليس موظفا في تلك المصلحة ولكن قدم لك هذا المعروف بنفوذه وعلاقاته ومعارفه، وهذا يسمى فيه الجاه، والجاه أيضا على الصحيح لا يجوز أخذ الأجرة عليه، كما قالوا القرض والضمان رفق الجاه يمنع أن ترى لغير الله. ولكن إذا كان هذا الشخص لم يطلب منك شيئا إطلاقا وطلب منك معروفا، طلب منك الدعاء عفوا، وأنت قدمت قدم لك هذا الأمر ولم يطلب شيئا، ثم بعد انتهاء المسألة بالكامل أردت أن تكافئه أنت بمحض إرادتك، فلا أعتقد أن فيها شيئا، لأن الجاه اللي يتكلم العلماء على تحريم أخذ الأجرة عليه هو ما يطلب أو ما تجري به العادة، أن فلان ما يقدمش للناس الخدمة إلا مقابل عشية والله زردة والله يديروا له كذا، لا، أصبح في هذا الأمر كالمشترط، أصبح كالمشترط. وبالتالي هذا راه باب دقيق، لأن للأسف انتشرت عندنا الرشوة من الموظفين وانتشر الجاه تحت مسميات أخرى، إكرامية، بخشيش، خدمات، مكافأة، وفي الحقيقة هي إما رشوة وإما جاه، فلنتنبه إلى هذا الأمر. أما إنسان يخدمك ولا يطلب منك شيئا بل يقول لك أريد الدعاء، ثم أنت نقول إحنا تعزمه والله تكرمه بشيء، الظاهر أنه إذا لم يكن مشترطا ولم تجري به العادة ولم تقل هذا الكلام له قبل ذلك. أما لو قلت له تملي وندير لك عشاء وندير لك كذا، فهذا أصبح ابتداء أصبح كالمشترط، أصبح كالمشترط. والأجر والجاه، شنو هو الجاه؟ هو قضاء مصالح الناس بالنفوذ والعلاقات والمعارف، هذه لا يجوز أخذ أجر عليها. أما الرشوة، شو الفرق بين الرشوة والجاه؟ الرشوة هي أن يأخذ موظف منك مالا مقابل عمل يجب عليه القيام به، موظف في وزارة المالية يشتغل هناك يقول لك نطلع لك مرتباتك لكن بتعطيني بعض الحاجة، هذه اسمها رشوة. رشوة شخص لا يشتغل في وزارة المالية، ليس موظفا هناك وليس هذا من صميم عمله، لكن له علاقات ومعارف في الوزارة، يقول لك أخرج لك مرتباتك على أن تعطيني أجرة كذا. الأجرة إذا كان مقابل عمل قام به ذهب ومشى، هذه ما فيش إشكال، لكن نحن نتكلم عن أجرة على العلاقات والنفوذ، مجرد أن اتصل والله كلم لك صديقه وقال لك هنا مرتباتك جاهزة، فهذا لا يجوز له أخذ مقابل على هذا الأمر. سالم من الجبل الغربي يسأل عليه شراء الأضحية مع التأخير في دفع الثمن. أنا ذكرت هذا في أول الحلقة، قلت شراء الأضحية إذا كان بالدين ابتداء لا بأس به إذا علم الإنسان أو ظن مقدرته على سداد الدين، فهذا لا بأس به. لكن إذا كان علم أنه غير قادر على السداد ويعلم أنه سيماطل صاحب السلعة بدون أن يخبره بذلك، فهذا ابتداء حرام. لكن أعتقد أن سالم قصد بسؤاله ما جرت به العادة في مجتمعنا اليوم، تشري الضحية من الشخص بالعاجل مش بالآجل، ولكن أحيانا تخلص بعد العيد وأحيانا بعد أسبوع، فهذه لا بأس بها ما دام لا شك أن الأولى والأحسن للإنسان أن يسدد ثمن الشيء في وقته ما دام عاجلا، لم تشتري منه بالآجل. ولكن هب أنك تأخرت لأيام مثلا فلا بأس بذلك إن شاء الله. أما ما يقول بعض الناس لا تسمى أضحية ولا يقع أجرها إلا إذا سدد ثمنها قبل الذبح، فهذا يعني غير صحيح. أسامة من تجورة قال أيهما أفضل، أو عفوا لا، يتكلم عليه السن في الأضاحي، يتكلم على الخرفان، على الضأن. الضأن مشهور المذهب المالكي سنة، يكون عمره سنة، وعندنا رواية يجوز عمره من 10 شهور وطالع، وعندنا رواية أخرى في المذهب من 8 أشهر فما فوق، وعندنا رواية أخرى من 6 أشهر فما فوق. فيا أسامة إذا كان لك مقدرة وسعة فاشتريه من عمر العام فأكثر، إذا لم تجد أو ليس لك مقدرة على ثمن هذا اللي عمره عام لا بأس بذلك. عمره 10 شهور ماشي، عمره 8 شهور ماشي، عمره 6 شهور كذلك لا بأس به. المهم أن لا يقل عمره يوم العيد عن 6 أشهر. إذا أنا نتكلم على حالتين، حالة كمال وأفضلية، لا شك أن السنة هو الأفضل والأحسن وهو الموافق لمشهور المذهب ولي يعني قول بعض أهل العلم. لكن واحد يقول أني والله يا شيخ اللي عندي عمره 10 شهور عمره 8 لا بأس به، لا بأس، نحن لا نضيق على الناس، وهذا أمر ذكرته أول الحلقة، لا نضيق على الناس لا في السن ولا في العيوب الخفيفة، لا نضيق على الناس. الآن يا جماعة السعر الأضحية السنة رهو يعني زاد على السنة الماضية أكثر من 500 دينار في الأضحية، وبالتالي فنحن نحذر الناس من العيوب التي لا تجزي، زي إيش؟ عورة، عمية، بكمة، بخرة، صمعة، هذه مكسورة قرن، لم يبرأ، هذه العيوب التي ذكر العلماء، فاسدة اللحم، فاسدة الضرع بالكلية، كما ورد في حديث البراء أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يتقى من الأضاحي فقال 4: العرجاء البين ضلعها، العرجاء يعني المكسورة ولا العرجة وما تلحقش بالسعي، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. العجفاء اللي هي الهزيلة اللي يعني عندها هشاشة عظام وهزيلة جدا ولا تلحق بالشياه، فهذه لا تجزي. ناتي إلى بنت ليبيا قالت أني ابني سيضحي لكن مشكلته قلم أظفار. أنا أقول هذه المسألة للأسف نحن بين مذهبين متشدد، مذهبين خالف الصواب في هذه المسألة. المذهب الأول أن يجعل يعني ترك الشعر في 10 ذي الحجة واجبا، وأن يجعل ترك تقليم الأظافر واجبا، وهذا لم يقل به إلا الإمام أحمد. جمهور العلماء على أنه يستحب لمن أراد أن يضحي أو يضحى عنه من المكلفين أن يترك تقليم الأظافر والأخذ من الشعر في 10 ذي الحجة استحبابا لا وجوبا. فللأسف القول بالوجوب الذي يقول به بعض المتشدد اليوم الذين يقولون يحرم الأخذ من الشعر في 10 ذي الحجة ويحرم تقليم الأظافر، شددوا على الناس. هذا قولوا لهم هذا مذهب الحنابلة، وقولوا لهم إن الجمهور يستحبونه استحبابا، وقولوا لهم إن المالكية يستحبونه، بل عندنا بعض المالكية يقولون هو جائز ولا شيء فيه أصلا، لا ندبا ولا كراهة، لكن مشهور المذهب أنه مستحب. وبالتالي هذا المذهب الأول. إذن هذه تو الأخت لتسأل قالت أني ولدي قلم أظافره، يضحي ولا ما يضحي؟ ما المانع من ذلك؟ غاية الأمر أنه فاته مندوب. إيش هو المندوب؟ أن يترك تقليم أظافره في 10. فللأسف إحنا بدت عندنا ظاهرة الحرام الصافي والواجب الواضح الناس لا يسألون عنه. ما ليش يسألوا؟ يسألوا على المندوب وعلى المكروه. هو تلقاه عادي ما يصليش في الفريضة وياكل في الربا وصامت، تلقاه حق أخته في الميراث وفعل ما فعل من المحرمات، ويجي قدامك ويقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول له خيرك؟ يقول لك والله أخذت شوية من أظافري في 10 ذي الحجة. باهي يا سيدي هذا مندوب، باهي وأكلك للحرام، شو حكم هذاك؟ نعم. وبالتالي يا بنت ليبيا لا إشكال في مسألة ابنك، غاية الأمر أنه فاته مندوب فقط. هذا وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله منه. تقبل الله منكم وأعاد العيد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى بلادنا بالأمن والأمان إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد جاءوا يدا ولدا ونورا، وكم كانوا لحاجة شاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء، إن أمر الناس شورا، فللإفتاء عندهم كنورا.